وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية: لم يبلغ الحنث. ابو سعيد خدري ده فرمي افرتان به پیغمبري ام فرمو عليه الصلاه والسلام: اي پیغمبري خواله بر پیوان بر ايمه ناكويت بر ايمه ناكويت دو قصبو ايمه بكيت تایبت بو افرتان بو يا روجك مان بو دابني اي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام كتایبت بو ايمه افرتان نصيحتك اموجاري مام كي پیغمبري خواج عليه الصلاه والسلام وعدي روجي چي پيدان ك لقليان دابني شي و دانشتو اموجاري كردنو فرماني پيكردن لا ميانق سكاني دا كبوي كردن فرموي هر يچك لأيوي دايكان اگر سيمنالي بمرن كخوي لجيان دايا إلا دبن بقلغانك بوي حجابك ومانعك لآقر أو دايكنا چه تجانموا كسيمنالي بمرنو صبر بقري آفرتي هل سايكسر فرموي أي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام أي دايكك دو منالي بمره فرمي دو منالي شي بمري هرنا چتا جهنم وا اگر صبر بقري لسر او مصيبتا لرواتك ده فرمي لم يبلغ الحنثة اگر او منالي كدمري نقش نتمني چي بالغبون و گناه و تاوان كر منالا منال بمري لا رواتك ده فرمي اگر وست بامان يچيش بيامبري خواده فرمو اگر يچيش كواتا انسان حريص بي لسر فيربوني علم وسؤال كردن لأهلي علم بلي. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. أبو ذر رضي الله عنه يقول لي حق بيش بو حق بيش أويك زاني باي لبيغمبر عليه الصلاة والسلام ديوت دفرمي أقر بيتو شمشيركم لسر قردن دابنين لسر ملم و بزانم پیش اوی شمشیره که رای وشینن ملم لیکه نوا حدیث یکم ما و باسی کم باسی دکم بو چی بوی امانت بگینم اما لگل اوی علی فرقی چیه یعنی حدیث که دلیم که لشوینی خوی بی مانا اوانی والا من هر وکو رادوی کلی کو چون دلن رادویش کهو ناکو جیتو ناکو جیتو نا اما هر قصده که تو نا بی رادویش کهو بی برای برسم نبي والله مهم من آيات باسكم حديث باسكم أخذ به حديث قال شويني خوي به آيات قال شويني خوي به توهر نخوش آيات الصيد اللي كده فرمو ها أو برا أوش برا أوش برا مو درماني باشن كاك درماني باش بلام بقول نخوش يا نبي ديك وجه وريابة أو درمانة بقول نخوش يا نبي دبي دكتور بيبنسي تجيبه دبي.